يرجع برضه إن شاء بالسلامة يا الله رب، إن شاء وأي الله. حد مصاب في أي حتة ربنا يقومه بالسلامة. لسه مكملين مع أخبار نادينا النادي الأهلي، والنهارده النجم النيجيري جونيور أجايي كان بيؤدي تدريبات منفردة على هامش ميران الفريق اللي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. أجايي كان بيقوم بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية علشان يتخلص من حالة الإجهاد العضلي اللي كان فيها. سيد عبد الحفيظ كمان مدير الكرة في النادي كان حريص على الحديث مع أجايي علشان يطمن على حالته كمان النهارده.